منال عبد القادر ظلمه، ايه الحكايه؟ ترند طالع في تويتر، في تيك توك، في يوتيوب من يومين. الناس كلها بتتكلم على واحده اسمها منال عبد القادر، بيقولوا انها ظلمه. الدكتوره منال عبد القادر عبد الفتاح وكيله كليه حاسبات ومعلومات في جامعه حلوان، اللي الجماعه بصراحه ناشرين عنها شهادات مفزعه ومزريه، وبتقول ان الست دي إما جوزها لواء جيش أو لواء شرطة أو وزير، أو هي بنت حد مهم في البلد، لأن اللي بتعمله بكل شهادات الطلبة دي محدش بيحاسبها، والعميد بيتصور معاها اللي اسمه أسامة إمام وفرحان جدا وبيدافع عنها، أمر مريب شوية بصراحة. أنا ما عنديش معلومة هي مرات مين في البلد ولا بنت مين، بس كلام غريب قوي. سارة طالبة في حاسبات ومعلومات نشرت شهادتها، هي مريضة سرطان، نشرت شهادتها عن التعنت بتاع الدكتورة منال عبد القادر عبد الفتاح. معرفش المشكله في عبد الفتاح ولا ايه، بس المهم إيه انه قد ايه هي تعنتت معاها وخرجتها من لجنه وسقطتها ونشرت الكلام اللي حصل معاها والكلام ده كله، وبعدين انفجرت ماسوره من شهادات الطلبه عن جبروت منال عبد الفتاح او منال عبد القادر عبد الفتاح في كليه حاسبات ومعلومات جامعه حلوان. الناس اللي بتتكلم ان اللي كان عنده كورونا وبعدين رجع عشان يجيب ورقه عشان يمتحن وبعدين سقط وراح يتكلم معاها، قالت له انا هعلق اسمك في المكتب عندي عشان كل ما اشوفه وافتكر، فما تتخرجش من الكليه دي ابدا. والبنت اللي راحت قالت لها ان في غلط في اسمك فراحت تعدله، قالت لها لا عايزه قرار محكمه وسقطتها. والولاد اللي بيقولوا ان هي اصلا لا بتعرف تشرح ولا ليها في الاداره ولا اي حاجه، واسامه امام ده زيها وتعامل سيء جدا والكلام ده كله. شهادات كتير قوي، والناس كلها بتتكلم ان منال عبد القادر عبد الفتاح ظالمه وان هي ست جباره وبتبهدل الطلبه. بعدين طلع العميد أسامة إمام في حوار مع موقع اسمه تليجراف مصر، قال لهم والله يا جماعة سارة طالبة السرطان دي بتستغل مرضها وبتنشر أخبار كاذبة، وإحنا صابرين عليها جدا، وحتى الدكتورة منال لما شافتها حضنتها. فكرني بصفوة الشريف قبل 25 يناير 2011 لما طلع بعد ما زوروا انتخابات مجلس الشعب وقال لك إحنا حضنين الشعب. فالدكتوره منال حضنت ساره طالبه السرطان وقالت لها انت زي بنتي يا بنتي، وبعدين سقطتها. والدكتور اسامه امام قال لها يا بنتي انت زي بنتي يا بنتي، وبعدين طلع كذبها في الصحافه. فالحقيقه اللي بيحصل في جامعه حلوان شيء مسخره، شيء مهزله، نموذج مصغر للنموذج الكبير اللي احنا عايشينه في مصر دلوقتي. السؤال اللي انا بصراحه قاعد ادور على اجابته من الصبح النهارده، هي الست منال عبد القادر عبد الفتاح بنت مين في مصر؟ جوزها مين؟ ابوها مين؟ ايه علاقتها بالبلد؟ ازاي يكون كل الشكاوى دي موجوده والست دي محدش بيقرب لها؟ والعميد ده بيخاف منها ولا ايه بالظبط؟ حد يقول لنا يا جماعه، شاركوا معانا في البحث عن قصه منال عبد القادر عبد الفتاح وكيله كليه حاسبات ومعلومات في جامعه حلوان، عشان الصراحه انه مستقبل الطلبه مش لعبه في ايدين الناس دي ولا عائلات الناس دي اللي واضح انها عائلات مهمه قوي.